نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. كان أحمد يقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. أحسن الله إليكم. أبو سعيد العسيري من أبها يقول: ما المقصود بقول الرسول صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا؟ المقصود المحافظة على المرأة، فلا تظلم ولا تهمل، أيضا لا تظلم شيئا من حقها وتستضعف ولا تهمل وتضيع، بل يحافظ عليها، غاية المحافظة، لأنها فتنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وقال عليه الصلاة والسلام: واتقوا النساء، فإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فالمرأة يستوصى بها خيرا من ناحية أنها لا تظلم حقوقها التي شرعها الله لها، وكذلك من ناحية أنها لا تهمل وتضيع، تعمل ما تشاء ولا تبالي بالحياة والعفة، ولا تبالي أيضا برعاية بيتها وأولادها وحق زوجها. لا بد من الاعتدال في هذه الأمور. نعم.